أنا اسمي رشا محمد سيد، وزني 120 كيلو. هعمل عملية تكميم معدة مع دكتور كريم صبري. عرفت دكتور كريم، اتفرجت عليه على قناة دريم، وكنت متابعة الجروب بتاعه والصفحة بتاعته على الفيس، فبعت لهم وراسلتهم وقدرت ان انا اتواصل معاهم وكده. فتحدد لي النهاردة ميعاد عملية تكميم. طبعا السمنة يعني حاجة مقرفة جدا، يعني اللي بيعيش بيها بتقدم له، بتبقى فيه مشاكل كتيرة وصعوبات، الواحد ما بيبقاش قادر يتحرك كويس في الشغل في البيت. وانا متفائلة خير مع دكتور كريم ان شاء الله، وبإذن الله شوفوني بعد العملية على خير بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور كريم صبري، مدام رشا 120 كيلو. النهارده هنعمل لها تكميم معده. الالات المستخدمه في جراحات السمنه عموما يعني هي بندخلها خلال فتحات صغيره، خلال بورتات مناظير بالشكل ده، بتبقى يعني فتحات صغيره جدا. الات المنظار احنا بتبقى الات ديليكت جدا، يعني السمك بتاعها صغير جدا، بندخلها خلال بورتات او فتحات المنظار الصغيره دي. الات طبعا مستخدمه لفصل الدهون على المعده. الدباسة الجراحية دي طبعا بتدخل خلال فتحات المنظار الصغيرة، بيبقى فيها أنواع الدبابيس المختلفة بالأشكال المختلفة زي دي، ألوان مختلفة. يعني ده غيار أخضر بيمشي في المعدة طول 6 سنتي، 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال، وما بينهم بيقص بالنص. الألوان مختلفة طبعا زي اللون البلو ده، في ده دي كوفيديان، دي دباسات طبعا جونسون، هما يعني دول شركتين أمريكيتين. ويمكن العملية بتستغرق من نص ساعة لساعة حسب الوزن، يعني قد تزيد شوية أو تقل شوية على حسب وزن المريض. ربما في أوزان فوق 200 كيلو، في أوزان صغيرة بتبقى 120-110. احنا طبعا بتقعد معانا في اليوم ليلة في المستشفى بعد الإجراء العملية، وبالتالي بتخرج بالسلامة في خلال 12 ساعة ما بعد العملية إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا تكميم المعده هي عباره عن الخطوات بتاعتها. اول خطوه احنا بنفصل الدهون دي عن المعده باستخدام جهاز الليجاشور، زي ما احنا شايفين كده بنفصل بيه الدهون عن المعده من بدايه المعده من هنا عند التقاها بالاثنى عشر عند الواسطه دي، وبعد كده بنفصل الدهون زي ما احنا شفنا كده، بنفصل الدهون عن المعده حتى نهايتها لحد ما نوصل لفوق خالص عند عضلة المريء الشمال. الليجاشور هو عبارة عن جهاز ادفانسد بايبولر، ده جهاز متطور جدا في الكي، هو صناعة أمريكية. هو ده طبعا بيقلل من فرص النزيف زي ما احنا شايفين بالوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي. المرحلة دي بعد ما بتنتهي بنفصل الدهون عن المعدة، بيتم إدخال جهاز البوجي إلى داخل المعدة، ده اللي بياخد قطر المعدة. إحنا دخلناه دلوقتي عن طريق دكتور التخدير، استشاري التخدير داخل البوجي، وسوف يتم استئصال الجزء اليمين ده، الجزء كل الجزء ده هيتشيل اللي هو أقصى اليمين. الجزء اللي هيتبقى اللي هو واخد شكل البوجي اللي إحنا شايفينه متحدد ده، ده اللي إحنا هنقص عليه او هنستأصل الجزء ما تبقى من المعدة. لما بنشيل الجزء ده، الجزء الكبير ده من المعدة، اللي بيحصل ان هرمون الجوع او غدد اللي بتفرز هرمون الجوع بتقل طبعا. لما يتم استئصال الجزء ده بنشبع بسرعة، ما بنجوعش الا على فترات كبيرة، وبالتالي ده مهم جدا في انقاص الوزن. دلوقتي هنعرفكم ازاي ان احنا بنقص المعدة او بنبتدي نعمل عملية التكميم بالوضع الحالي. دي الدباسات اللي هي الأمريكية المستخدمة في يعني عملية التكميم. بنطمن طبعا ان المعدة مش ضيقة على الجهاز البوجي اللي احنا مركبينه او الكاليبريشن سيستم اللي هو داخل المعدة بالوضع الآتي، وبنبدأ عملية تصغير المعدة الى ان يتم تصغير المعدة بشكل كلي الى ان نصل الى نهاية المعدة. طبعا طول الدبوس ده حوالي 6 سنتي، اللون بتاعه بيبقى لون اخضر في يعني في اسفل المعده، لان جدار المعده او سمك المعده
طبعا بيبقى يعتبر برضو سميك شويه، وبالتالي الدبابيس اللي هي الاخضر او اللون الاخضر هي دبابيس يعني معده لان هي تشتغل في الانسجه السميكه شويه. دي الطريقه بقى اللي الدباسه بتشتغل بيها، بتدبس 3 دبابيس يمين و3 دبابيس شمال. احنا دلوقتي دبسنا والدباسه بتقطع دلوقتي اهوت بالطريقه اللي احنا شايفينها دي اهو. يعني احنا ممكن نقرب شويه بالكاميرا، دول تقريبا دول 3 دبابيس اقصى اليمين واقصى الشمال. الدباسه دبست يمين 3 دبابيس وشمال 3 دبابيس وقصت في النص بالشكل اللي احنا شايفينه ده. لازم نحافظ على المسافه اللي بتحرك فيها البوجي او الكالبريشن سيستم بحيث ان هو ياخد شكل المعده المظبوط. نتفادى ان المعده يكون فيها نوع من الضيق او الالتواء ما بعد اجراء العمليه. ده نفس الطريقه بتدبس 3 يمين 3 شمال وبتقطع في النص بنفس الطريقه اللي احنا ماشيين بيها كده. الكالبريشن سيستم المستخدم يعني من وظايفه طبعا ان هو بياخد شكل مستقيم وبيدينا فكره عن قد ايه الجزء المتبقي من المعده. احنا طبعا اخر دبوس زي ما احنا شايفين كده لازم يستأصل كل اللي هي الفندس او قبه المعده كلها، لان الجزء ده زي ما احنا شايفين كده يعني العضله بتاعته ضعيفه فبيتمدد لو احنا سيبنا جزء كبير منه. كده المعده اتفصلت تماما عن المعده اللي احنا عايزين نشيلها، اتفصلت تماما عن الجزء المتبقي من المعده. هنعمل دلوقتي اختبار تسريب. في احتياطات وجبه طبعا احنا بنعملها زي ما احنا شايفين كده، ده حجم المعده المتبقي. ممكن نرجع بقى بالبوز شويه، بياخد حجم المعده زي ما احنا شايفين كده بالوضع اللي احنا شايفينه. بعد كده بنحقن المعده ب 50 سم سلاين ملون بحيث ان هو يضغط على الدبابيس بالشكل الحالي زي ما احنا شايفين كده اهو. المعده دلوقتي واخده شكل يعني بالوني شويه اهو بالمنظر ده، بحيث ان هي نستوعب طبعا اذا كان في اي مشاكل في الدبابيس اللي احنا يعني دبسناها منعا للتسريب او وقايه من التسريب. ممكن ندخل بجهاز البوجي تاني. احنا كمان طبعا بنعمل خطوه زياده عن الطبيعي، يعني ان احنا بنقايض الدهون، بنعمل طبقه تانيه فوق الدبابيس ما بعد اجراء العمليه كوقايه لي من التسريب وكوقايه من النزيف. هنوريكم الطريقه اللي احنا بنعمل بيها كده بعد شويه. بعد ما بناخد طبقه تانيه من الخيط على يعني بعد الدبابيس، يعني بنعمل طبقه تانيه من يعني التقويه للدبابيس، بنحاول نطلع المعده بالصوره اللي احنا شايفينها دي. وده بيكون شكل المعده بعد ما خرجناه من العيان. بعد كده بنطمن على ضغط العيان قبل ما نخرج، بعد اخد الطبقه الثانيه من الخياطه ما بعد الدبابيس ونطمن على ضغط العيان، بنطمن مفيش نزيف مفيش اي تسريب بعد اختبار التسريب، بنخرج من العيان وان شاء الله نطمنكم عليه بعد العمليه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رشا محمد، عملت عمليه تكميم والحمد لله تمت على خير بفضل الله وبفضل دكتور كريم اللي بتوجه له بالشكر، لان هو بجد من افضل الدكاتره اللي موجودين في البلد كلها هنا. كفايه يعني ان هم وشهم بشوش بيبسطوا المريض، يعني ما بيحسسوكش ان انت غريب واحد منهم. وانا بشكر دكتور كريم جدا والحمد لله، واي حد نفسه يعمل العمليه يا ريت يتشجع وما يستناش. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا نطمنكم على مدام رشا. الحقيقه طبعا احنا عملنا تكميم معده، هي عمليه سهله الهدف منها انقاص الوزن. هي عمليه تجرى بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه ليله في المستشفى ما بعد العمليه، يعني خلال 12 ساعه بنكون مروحين بيتنا بالسلامه، نقعد يوم في البيت بعد الخروج يعني، وبعد كده ننزل شغلنا عادي. الحقيقه طبعا ان تكميم المعده هي عمليه فعاله في انقاص الوزن وعلاج الامراض المصاحبه ل يمكن السمنه المفرطه. يمكن كمان عمليه تكميم المعده هي من العمليات قصيره الوقت في الاجراء، بتجرى بالمنظار
الريهابيليتيشن بتاعها برضو احسن يعني يمكن عمليات اخرى، يمكن بعد ساعتين بنبتدي نتمشى، 6 ساعات بنبتدي نشرب، بنخرج في خلال 12 ساعة. لو عملنا احصائيه كده في كل اسره وشفنا كم واحد في الاسره دي عنده مشاكل في الشعر هنلاقيهم كتير، يعني هنلاقيهم معديين نص الاسره ممكن يبقى عندها مشاكل في الشعر، سواء بقى وعلى فكره الاعمار بتختلف، يعني ممكن نلاقي من اطفال صغيرين عندهم مشاكل، 15 و16 سنه عندهم مشاكل، سيده مثلا في فتره الرضاعه او بتعمل دايت او عندها مشكله نفسيه هنلاقي عندها مشاكل او حتى مشكله مرضيه، الرجال ومشكله بدايه الصلع والشعر اللي بيقع، فهنلاقي ناس كتير قوي عندها مشاكل في الشعر، يعني مفيش دايما بقول مفيش بيت بيخلى من فرد عنده مشكله في شعره، وحتى لو مفيش كتير لا احنا بيبقى علينا مر علينا اوقات كتير قوي مرينا بالمشاكل دي في شعرنا وممكن تكون اتعالجت وممكن تكون لسه ما اتعالجتش. من المهم جدا ان احنا نستخدم مستحضرات محترمه وكويسه للعنايه بالشعر، وانا النهارده هتكلم عن يمكن اقوى مستحضر علاجي خاص بالشعر وللعنايه خاص بالعنايه بالشعر، وهو ساينو ميسي هير اللي هنعرف معلومات اكتر عنه النهارده مع ضيفنا العزيز دكتور احمد رشاد احد اعضاء الفريق الطبي لساينو ميسي هير. اهلا يا دكتور احمد. اهلا يا ابني. ازاي؟ اهلا بحضرتك. انا بعد ما جربت ساينو ميسي هير يعني الحقيقه اعتبرت ان هو اقوى حاجه، يعني يمكن انا من الناس الدقيقه قوي في الحاجات بقى بتاعه الشعر ومش عارفه ايه، بس ساينو ميسي هير من اقوى الحاجات فعلا اللي جابت نتيجه خاصه مع التساقط وعدم طول الشعر. فاتكلمنا بقى عن مكونات ساينو ميسي هير وايه الوظائف اللي بيعالجها ساينو ميسي هير. هو ساينو ميسي هير انا شخصيا بعتبره ثوره في مجال مستحضرات العنايه بالشعر حقيقه، سواء على مستوى التصنيع او على مستوى التركيبه نفسها او على مستوى الجوده، يعني على كل المستويات بصراحه هو حاجه عالميه، منتج عالمي بيضاهي كل المستويات العالميه. بالنسبه طبعا للمشاكل واستكمالا زي ما حضرتك قلتيها، انا مش بقول 50% من الناس، انا بقول ممكن اكتر من 80%. لا خليهم 90% اللي فعلا يعني بالزبط. كلنا نسبه كبيره جدا. في حاجات اسباب كتيره جدا بتعمل مشاكل للشعر، ومشكله التساقط دي مشكله شائعه بشكل اكتر ما احنا كمان متخيلين. هقول لحضرتك اسباب يعني ممكن يكون ناس كتير قوي ما عندهاش فكره عنها. عندي مثلا سبب زي الناس مرضى الضغط، شوفي حضرتك طبعا يا خبر ابيض ضغط الدم، نص الناس عندها الضغط. ايوه شوف انت حضرتك نسبه المرضى بالضغط في كاحصاء كده قد ايه. أيوه. الناس دي كلها بتعاني من تساقط الشعر. لان علميا مثبت ان ضغط الدم المرتفع بيسقط الشعر. حاجه كمان ارتفاع نسبه الكوليسترول، وده مفيش اكتر منه. طب. ده برضو من الحاجات اللي بتوقع الشعر. حاجه كمان زي بعض انواع حبوب منع الحمل، في سيدات كتير قوي ماشيه عليها كوسيله لتنظيم النسل، صحيح، فدي برضو في بعض الانواع منها بتزود موضوع تساقط الشعر. هو كفايه بعد الحمل اصلا بالظبط، يعني هو في الحمل بيتظبط، بعد الولاده بقى بيقع مأساة. بيقع وكمان بيقع بشكل سريع بالظبط، حتى فتره التساقط بشكل سريع جدا. طب ساينو ميسي هير بيعالج يعني ينفع مع الناس اللي شعرها بيقع لاي سبب؟ لاي سبب ايا كان، سواء اي سبب، سبب عضوي زي ما قلنا قبل كده، سبب نفسي، او التساقط الصلع الوراثي نتيجه الانزيم المعين او الهرمون المسؤول عن كده في الجسم اللي بيتم تنشيطه. عندي ساينو ميسي هير ماده الساو بالميتو يعني بتكسر لي العمليه دي من نصها كده، اللي هي بتسبب تساقط الشعر عن طريق ان هي بتوقف الانزيم الاساسي المسؤول عن موضوع تساقط الشعر. هو انا عاوز اقول للناس حاجه بس، الشعر مشاكله ما تستنوش عليها لحظه، يعني لانه اللي بيفقد منه صعب ان هو يرجع تاني. فالشعر ده من الحاجات الحساسه جدا، اللي انت او انت لو حسيته في اي وقت انه في مشكله بدات على طول تبداوا ان انتوا تتجهوا للحاجات اللي بتعالج بقى. بالظبط. انا عاوز اعرف السكس اكشنز بتاعت ساينو ميسي هير، يعني ايه المشاكل اللي ممكن يعالجها؟ اوكي
نبدأ مثلا يعني أنا المرة دي هبدأ من الآخر. أوكي. تمام. Prevent dry and rough hair. عندي ساينوماسي هير بيحتوي على كذا عنصر أو أكتر من عنصر بيشتغلوا على النقطة دي تحديدا اللي هي الشعر الجاف والتالف. والتالف بالضبط. عندي مثلا مادة زي البانسينول. البانسينول من المواد اللي بتمتص بكفاءة عالية جدا من الشعر. أوكي. وكمان طبعا زي ما قلنا قبل كده تقنية النانو تكنولوجي اللي استخدمت في التصنيع خلت لي حجم الجزيئات صغير جدا. فبالإضافة لكده الامتصاص بقى أسرع وأحسن كمان. مفيش طبقة دهنية طبعا؟ لا بتتسابق يعني. لا لا. في ناس بتعاني انه لما بتحطوا اي مستحضر دي من اكبر دهنية. المميزات ان انا عندي بعد استخدام ساينوماسي هير ما بحسش بتزييد في الشعر. اوكي. طبقة دهنية مفيش الكلام ده خالص. زي ما قلنا البانسينول من المواد اللي ليها دور كويس جدا اولا في تغذية الشعر. تاني حاجة ان هي زي ما بتقول بتغلف الشعر بطبقة طبقة حماية. الطبقة دي ليها وظيفتين. طبق الوظيفة الاولى الحماية بتحميل الشعر من العوامل الضارة اللي ممكن يتعرض لها. سواء بقى عوامل جوية، رطوبة، حر وخلافه. تمام. الحاجة التانية ان هي السشوار. السشوار بالظبط. اي ضرر بقى سواء فيزيائي او كيميائي. اوكي. او التعرض اللي احنا الحاجات اللي احنا بنقابلها في يومنا. تاني حاجة ان طبقة الحماية دي او الغلاف ده بيزود لي سمك الشعر وكثافة الشعر بنسبة 10%. بيزود سمك الشعر وده بيتقل الشعر. الشعر الرفيع ده مأساة. بالزبط. في ناس شعرايتها رفيعة خفيفة خفيفة ما بتتحملش أي حاجة. بالظبط. فإنه كل إن هو يزود السمك بتاع الشعراية من خلال الطبقة اللي الغلاف اللي بيعمله ده فدي حاجة برضه ده بيعكس إن هو بيزود لي كثافة الشعر. ويدي إيحاء إنه الشعر ده تقيل. بالظبط. فتلة الشعر نفسها بتبقى سميكة. ده حقيقي. بالظبط. طيب. عندي برضه مادة تاني زي السايمسيكون. السايمسيكون من الحاجات برضه بتعمل برضه طبقة حماية أخرى إضافية تانية برضو للشعر وفي نفس الوقت هي برضو بتحميلي الشعر من العوامل برضو اللي ممكن يتعرض لها. عندي برضو بعض الحاجات اللي بتعمل ترطيب للشعر ليونة لمعان. كل ده موجود في ساينوماسي هير. كل ده موجود في ساينوماسي هير طبعا. طبعا. ايه الحاجة في طبعا حاجة خاصة بالشعر اللي بيقع او الشعر الخفيف؟ طبعا. صح؟ طبعا. يعني زي ما قلنا لحضرتك الشعر اللي بيقع زي ما قلنا مادة الساو بالميتو. اوكي. هي المكون الاساسي او المادة الفعالة الاساسية اللي بتعالج نقطة سقوط الشعر. ناخد الاكشن الثاني بريفنت شيكينج هير. بتمنع تشابك الشعر. دي مأساة برضو على فكرة. بالظبط. ناس كتير بتشتكي منها وقت ما بتيجي تعمل ستايلات مختلفة للشعر. عايزة تسرح شعرها. موضوع تشابك الشعر بيبقى مزعج جدا. انا عندي الحمد لله ماسي هير اضلي على المشكلة دي تمام. عن طريق ان هو بيزود لي ليونة الشعر. بيزود لي اللمعان بتاع الشعر. بيخلي الشعر بيغذي فروة بيغذي الشعر. فروة الراس. ده مهم جدا انه بيمنع التساقط. يعني التساقط ده مأساة. يعني بالزبط. في ناس كتير بتعمل كده تلاقي الشعر بطوله بينزل في ايديها ولا بتيجي تاخد شاور تلاقي شعرها بطوله بينزل. بالظبط. فكون ان هم يستخدموا حاجة تمنع التساقط ده دي حاجة كويسة هو جدا. هو كمان مش بس بيمنع التساقط. يعني ساينوماسي هير من مش فكره بس ان هو بيعالج. ده كمان يعتبر مستحضر تجميل بيجمل لي الشعر. بيدي لي مظهر للشعر بجد بيبقى حاجه جميله جدا. والفرق بيبان بسرعه. النتيجه بتبان بعد قد ايه؟ يعني بالنسبه لتساقط الشعر في اول اسبوع ببتدي احس بالفرق. التساقط بيقف تماما. طيب بعد كده بالاسابيع اللي بعد كده الثاني والثالث ببتدي اشوف الشعر الصغير بقى بيطلع وكثافه الشعر بتبتدي يتقل. للناس بقى اللي بتشتكي من موضوع الشعر الخفيف. من الاسبوع الثاني والثالث ابتدي احس واشوف فعلا الشعر ابتدى يتقل. المناطق الخفيفه ابتدى الشعر يظهر فيها الشعر الصغير. الشعر الصغير ده بالظبط. ما هو ده علامه كويسه انه يظهر الشعر الصغير طبعا. ده معنى كده انه جايب مفعول كويس طبعا. بالنسبه للاثر العلاجي الكامل بيبقى في 3 شهور. خلال 3 شهور من الاستخدام لان ده طبعا زي ما قلنا قبل كده ان ده هي دوره الحياه الطبيعيه للشعر. طيب يعني قلت لي قبل كده انه في ميزه يمكن مش موجوده في حاجه ثانيه وعشان الناس اللي بتسال ايه اللي يميزه عن اي حاجه في مستحضرات الشعر كتير انه شعر ما بيقعش بعد ما توقف استخدامه لانه في منتجات كتير قوي بعد ما بتوقف استخدامها الشعر بيرجع يقع تاني. بالظبط. ده ما فيهوش لا ما فيهوش طبعا ده. المشكله دي اولا ساينوماسي هير ودي انا بعتبرها الميزه الكبرى انه كله مصنع من مستخلصات عشبيه طبيعي 100% بدون كيميكالز. دي حاجه طبعا ادفانتج تصالحه كويسه جدا. طبعا اكيد. انا عندي حاجه خاليه من الكيماويات حاجه طبيعيه جايه من الطبيعه بفعاليه قويه وفي امان كامل ودي نقطه مهمه جدا ان هي امنه الاستخدام بشكل بنسبه 100%. والشعر الابيض اخباره ايه؟ كنت قلت لي الشعر الابيض بالظبط انا عندي ماده الروزميري
يعني ليها اكشنز كتير، من ضمنها ان هي بتاخر لي ظهور الشعر الابيض في الناس اللي هو بيظهر لهم في وقت مبكر. الشباب في ناس بيبقى عندهم العامل الوراثي في الشعر الابيض بيبتدي يظهر في سن الثلاثينات في السن الصغير ده. فعندي ماده الروزميري اللي داخله في تكوين ساينوماسي هير بتبتدي تاخر لي عمليه ظهور الشعر الابيض ده. طيب دي حاجه، ودي من ضمن الاكشنز الجميله جدا برضه في ساينوماسي هير. اكيد يعني مختلف، مختلف يعني في حاجات مختلفه عن اي حاجه سمعناها. احنا لو هنقول هو بيتميز لا بيتميز بحاجات كتيره جدا مش موجوده في اي منتج تاني متوفر. طب طريقه استخدامه ازاي بتكون يا دكتور؟ احنا بنستخدمه مره واحده بس، ودي برضه من ضمن الحاجات المميزات ان هو بيستخدم مره واحده، استخدامه سهل جدا. بستخدمه مره واحده بالليل مساء، برش من 4 لـ6 بخات على بخات على فروه راس جافه تماما، وابتدي اوزعه بشكل كويس على فروه الراس كلها، وابتدي اركز بس على الاماكن اللي فيها الضرر اكبر شويه. يعني الاماكن ساعات بتبقى دي مثلا بالظبط في مناطق معينه كانت الضرر فيها خفيفه شويه اكتر عن اللي حواليها، فابتدي بس اركز فيها. تركز شويه، تدليك بقى شوية. يعني الواحد بالظبط تدليك يبقى كويس على زي ما قلنا يتوزع على فروه الراس كلها، بس المناطق اللي هي بتبقى فيها الدمج اكبر شويه بنبتدي ايه يعني نوزع عليها بشكل اكتر شويه، وما بنغسلش طبعا، احنا ما بنغسلوش. هو طبيعي انه يعني مش الطبيعي، هو علميا يعني بيتهيألي الشعر يتغسل قد ايه يعني مرة. يعني هو المعدل الصحي لغسل الشعر من 2 لـ3 في الاسبوع، وانا شخصيا بشجع 2 بس. لان طبعا زي ما قلنا قبل كده ربنا خلق لنا مجموعه زيوت طبيعيه بتنتجها فروه الراس جميله جدا للشعر. فانا مع تكرار الغسيل الكتير ده بيبتدي الشعر الزيوت دي يفقد الزيوت دي ويجف بالزبط. كمان طيب هل بقى بيتعارض مع اي نوع شامبو او اي صبغه او اي فرد او اي استهلاك غير ادمي للشعر زي ما بنعمل؟ تماما. يعني ساينوماسي هير لا يتعارض مع اي منتج يخص العنايه بالشعر. بل بالعكس انا عندي ساينوماسي هير ممكن يعني مع استخدامه بيعالج لي اي ضرر ممكن ينتج عن استخدام المستحضرات الثانيه. اللي بتحتوي على كيميكالز او احيانا الحاجات اللي مش على مستوى جوده عالي برضو هكذا، او الحاجات اللي بتعمل اختلف للشعر زي مستحضرات فرد الشعر. الحاجات دي هي اوقات بتدي نتيجه كويسه في حكايات فرد الشعر، بس برضو على بتدمر فروه الشعر. هي بيبان ان هي يبان قدام الواحد ان ده فرده شعر، بس هو ما يعرفش ان عمل دمار رهيب للشعر، لبنه الشعر، البروتين بتاع الشعر نفسه. انا عندي بقى ساينوماسي هير بيصلح لي كل ده. ما ده انا شايفه الازازه كبيره مش صغيره. لا كبيره طبعا، يعني عبوه محترمه يعني. لا كويس، تكفي استخدام 6 شهور. طب حلو قوي. يعني كويس ان هي كمان الحجم بتاعها كبير، لانه في ناس كتير بتقول انا طب بعد ما بطلها هرجع مثلا اشتري تاني او انا شخصيا انا ما بنصحش بتبطيله. انا دلوقتي احنا كده بنجيب مستحضرات كتير قوي للعنايه بالشعر نستخدمها. بالظبط كتير. انا اوفر كل ده وهي حاجه واحده بس. خاصة الناس اللي بتعاني، الناس اللي عندها مشاكل في شعرها اللي بيقع والخفيف والكلام ده كله. خلصت مرحلة العلاج، المرحلة اللي بعد كده أحافظ، أحمي، أعمل وقاية للشعر. كمان كحاجة تجميلية بقى، لما يديني لمعان للشعر، حيوية للشعر، شكل كويس للشعر. ده كله يعني أنا أستخدمه كعلاج وكتجميل كمان. وكتجميل وكوقاية وحماية للشعر كمان، زي ما قلنا المواد الفعالة اللي فيه بتغلف للشعر بطبقة حماية. بتغطيهولي. بتحميه من كل العوامل اللي ممكن يتعرض لها، اللي ممكن تسبب له تلف او تساقط او ايا كان. طيب الناس تحصل على ماسي هير ازاي؟ زي الارقام اللي قدام حضراتكم على الشاشه بتكلمونا. المنتج بيوصل لحد البيت في نفس اليوم او بحد اكثر ثاني يوم، يعني بيبقى خلال ال 24 ساعه. وطبعا لو في حاله اي استفسار او سؤال الكول سنتر شغال 24 ساعه. ساينوماسي هير يعني انا شخصيا زي ما قلت قبل كده بعتبره ثوره في مجال منتجات العنايه بالشعر. طيب. وفي نقطه كمان كنت عايز اوضحها برضه في قصه الناس اللي مرضى الضغط اللي قلنا بيسقط لهم الشعر. انا عندي داخل في تكوين ساينوماسي هير عنصر الجينسنج، اكيد كلنا سمعنا عنه. الجينسنج طبعا مستخلص نباتي من الحاجات اللي ليها فعاليه في علاج حاجات كتيره جدا. دوره هنا في ساينوماسي هير احنا قلنا ضغط الدم العالي بيبتدي يسبب لي تساقط الشعر. بالظبط. انا عندي ساينوماسي هير عنصر الجينسنج ده بيقلل ضغط الدم في فروه الراس. منها حلو. طبعا بيعالج لي قصه الناس اللي عندها ضغط واللي بيسبب تساقط. تاني حاجه
بيحسن لي كفاءة الدورة الدموية في فروة الراس، بيديني غذاء أكتر للشعر، بيخلي الدم اللي يوصل للشعر يوصل بشكل أحسن وشكل سلس، يبتدي يغذي لي فروة الراس. غير كده كمان إن عنصر الجينسنج من الحاجات اللي بتمنع موت الخلايا في فروة الراس، وبالتالي بتزود لي عدد الخلايا في فروة الراس. واحلى حاجه قلتوها قبل كده انه بيطلع شعريتين بالظبط في البصيله، شعريتين. انا شخصيا بعتبرها معجزه، تمام، ان هو البصيله الواحده تطلع شعرتين، فطبعا ده بيساهم في ان يديني كثافه للشعر كويسه جدا للناس اللي بتشتكي من مشكله الشعر الخفيف. انا بشكرك على وجودك معايا دكتور احمد النهارده، دكتور احمد رشاد. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقرات تانية بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturizing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً ب10 سنوات. From the first apply of ماسي دورو جولد, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. هحكي لكم حكاية. دينا ده بقالها كتير قوي نفسها تخس، وعندها مشكلة في منطقة البطن والأجناب والظهر، والمشكلة دي كانت بتخليها تصحى من عز النوم بالليل من كتر ما هي مش عارفة تتنفس. حتى وهي خارجة في لبس معين بس اللي المفروض تلبسه، وطبعا اللبس ده اللي بيلم الدنيا ويداري الديفوهات زي ما بنقول. حتى وهي بتشتري لبس كانت دايما بتجيب مقاسات اكبر من سنها، وطبعا ابعد ما في خيالها ان يجي اليوم اللي تلبس فيه المايو اللي بتحبه. من كتر ما كانت زهقانه فقدت الامل وبقت تاكل اكتر من الاول لانها مش عارفه تخس ولا تعمل دايت. دي ما كانتش بتعرف تحط رجل على رجل، كانت ما بتحبش تنزل من البيت، وده كله بيرجع لثقتها اللي كانت مهزوزه بنفسها وشبه مش موجودة أصلا. وجي يوم كان نقطة تحول في حياتها، وهي قاعدة بتتفرج على التلفزيون لقت المركز الطبي الدولي وحالات بتتكلم عن عملية شفط الدهون، وفعلا راحت المركز الطبي الدولي وقابلت الدكتور. وأقنعها بالعملية وعملتها. بصراحة ما كانتش مصدقة انها تشوف جزء من نتيجة العملية بعد 24 ساعة،
بس بعد 10 أيام ندى بقت واحدة تانية خالص. رجل على رجل. وبتنام لحد ما بتشبع نوم. وطبعا سيبكم من كل اللي فات. دي مش مصدقة ان بقت تلبس اللبس اللي بتحبه. للمركز الطبي الدولي. شكرا للمركز الطبي الدولي اللي رجع لها ثقتها في نفسها مرة تانية. يعني ايه نحت القوام وازاي بيتم نحت القوام ده وايه الادوات المستخدمة في نحت القوام ويعني ايه برضو اعادة تنسيق القوام؟ يعني احنا بنسمع الكلمة دي كتير جدا وانه في ناس بتحقن دهون بتاخد دهون من جسمها من اماكن يعني وتحقنها في اماكن تانية وتعمل تغيير لشكل جسمها خالص بنشوفها كانت حاجة وبقت حاجة تانية خالص يعني مختلفة. هنعرف ايه الايجابيات والسلبيات بتاعت العملية دي وبتنفع لمين والنتائج بتاعتها بعد قد ايه وتفاصيل كتير جدا عن عملية نحت القوام وتنسيق القوام عن طريق شفط الدهون مع ضيفنا العزيز دكتور أيمن أنديل استشاري جراحة التجميل في المركز الطبي. أهلا يا دكتور أيمن. يعني إيه بقى نحت قوام؟ هو يفرق عن تنسيق القوام؟ لا ما يفرقش. لا ما يفرقش. بس هو نحت القوام يعني بنستخدم كذا أسلوب كذا طريقة في أماكن تجمع الدهون بنشيلها أماكن اللي ناقص فيها الدهون بنحط فيها دهون. ممكن نستخدم كذا تقنية مع بعضها. ممكن نستخدم شفط دهون مع شد عضلات مع فيزر. يعني ممكن نستخدم كذا طريقة مع حقن دهون في حتة تانية. الصورة دي ايه؟ دي صورة الأماكن اللي ممكن ان احنا نعمل لايبوسكشن أو شفط دهون اللي منها. اللي هي ايه بقى؟ اللي هو منطقة الإيد الدراع من فوق والبطن. معنا صور تانية ولا دي بس؟ فوق الصورة وتحت الصورة الأرداف. طيب يعني أكتر البريست بتاع الراجل ممكن يتعمل له برضه شفط دهون. أكتر الأماكن اللي ممكن تجيب نتيجة كويسة قوي في شفط الدهون وأكتر الأماكن اللي ممكن تجيب نتيجة كويسة قوي في حقن الدهون. أكتر أماكن بتجيب نتيجة كويسة في شفط الدهون هي منطقة البطن والوسط. البطن اللي هو المحيط بتاع البطن ده. دي احلى حاجه في شفط الدهون. ده تمام واحسن حاجه بقى في في زي الحاله دي مثلا كده دي في ليها جناب بنشفط الجناب والبطن. ده قبل وبعد طبعاً العمليه ده راجل عنده برضه بطنه وكرش وده كتير كتير وجناب وصدر بيبان طبعا كل ده معمول شفط. ده برضو دي حلوة قوي برضو. ده منظر يعني مش ظريف اللي هو الاولاني ده قبل العملية. طبعا بعد العملية بعد شفط الدهون بيتغير خالص يعني. اذا اكتر الاماكن انتشارا في شفط الدهون او بتجيب نتائج كويسة قوي زي ما احنا شفنا في الصور هي محيط البطن كله. محيط البطن. طب البطن دي بتاخدوها بقى من قدام بس ولا الجنب كمان والظهر؟ لا من قدام ومن الظهر ومن فوق. من الظهر من فوق من السكابولا. يعني البطن دي شامله بقى الحاجات دي كلها. صح. تمام. والوسط. الوسط مهم جدا ده بالنسبه للسيدات طبعا. الوسط مهم. لا والرجاله برضه. والله يعني
يعني شيب، يعني بيتعمل شيب. بيتعمل شيب يعني الوسط ده حاجه برضو شكلها بتبقى كويس يعني. طيب اكتر الاماكن بقى الكويسه في حقن الدهون الباتوك الهانش او دي يمكن اكتر حاجه بتطلب يعني. اذا كان في بقى ديفو موجود في بريست او بس ديفو لكن مش تكبير يعني عيب عيب بسيط، عيب خلقي مثلا، عيب خلقي او مكان جرح ورم صغير متشال ممكن ان احنا نظبطه بحقن الدهون. طب انا عاوز اعرف العمليه بتتم ازاي، يعني واحده جايه لك دلوقتي مقاييس جسمها كلها مش مظبوطه خالص وقالت لك عاوزه اعمل نيو لوك، انا عاوزه اتغير، عاوزه شكلي يبقى حاجه تانية خالص، ايه اللي بيحصل بقى؟ يعني في خطوات قبل العمليه، في حاجات بتعملوها في العمليه، ازاي بتفصلوا يعني بتعيدوا حقن الدهون مره تانية، وهل بيبقى في طريقه تانية للامان في طريقه الحقن يعني مره تانية؟ طبعا احنا بنحط خطه لعلاج الشكل ده، بنشوف الديفوهات موجوده فين، العيوب موجوده فين، سواء كانت عيوب نتيجه لزياده الدهون او عيوب نتيجه لنقص الدهون، بنحدد الاماكن دي وبنشوف كميات الدهون اللي احنا هنسحبها، هل هتقضي تصليح الاماكن اللي نقص فيها دهون، وبنتفق بنشرح للعيانه او للعيان ايه اللي هيحصل بالظبط. لما بنسحب الدهون دي اصلا بنعمل عليها شويه اجراءات، بنشيل منها الشوايب وطبعا لازم تكون في تعقيم بعدين تكون كامل. دهون بيور يعني تكون لازم تكون مش مختلطه بميه او سوائل او دم او اي حاجه. لا ما احنا بنحطها في جهاز سنترفيوج بنشيل منها الشوائب، وكل حاجه بتتعمل بتعقيم كامل. وبنحطها في سرنجات وبنحقنها في الاماكن المطلوب انها تتحقن فيها. طريقه الحقن بتبقى ازاي؟ يعني بتبقى في خطه كده للحقن يعني؟ طبعا السيمتريه في الحقن. السيمتريه في الحقن دي اهم حاجه في الموضوع. يعني ما ينفعش مثلا احقن سرنجتين في ناحيه وسرنجه واحده في ناحيه ثانيه. لازم كميات تكون متساويه وتتوزع ما بين الخلايا وبعضها، ما تبقاش متكتله في حته واحده. يعني ما بين الخلايا الدهن اللي موجوده اصلا بنحشر في وسطهم. هو انتوا بتحقنوا بين الخلايا ولا تحت الجلد ولا ما هو تحت الجلد؟ ما هو تحت الجلد في الدهن. احنا بنحقن ما بين الدهن وبعضه عشان يدخل في بعضه يعني؟ عشان يدخل في بعضه، ما نحقنش كتله واحده كده. لان كتله واحده كده مش هيوصل لها دوره دمويه بتاعتها. يعني هي لازم الدهون اللي بتتحقن دي تتحقن في اماكن بحيث ان يوصلها الدوره الدمويه. لازم يوصلها تبقى من الجسم يعني. لازم الدوره الدمويه توصلها الاول. عشان كده بقى لما بنحقن دهون بيبقى المنظر كبير شويه، بعد فتره الميه بتمتص اللي في الدهون دي وبعدين ترجع تملى تاني. يعني الكيرف بيوطى وبعدين يعلى تاني. يعني في ناس بعد الحقن تبص تلاقيهم مثلا زياده شويه. احنا بنزود شويه. انتوا بتزودوا شويه؟ بنزود شويه. لان بيبقى في ميه ما بين الخلايا وبعضها، في سوائل وفي ميه الجسم بيمتصها. بعد ما الجسم بيمتصها والخلايا الدهنيه دي تاخد دوره دمويه ترجع تتملي دهن تاني فترجع تكبر تاني. دايما هي النتيجه النهائيه بتبان بعد قد ايه لاي عمليه تجميل؟ يعني لاي عمليه سواء شفط او شد او حق تبان يعني تاخد احلى نتيجه امتى؟ لا احلى نتيجه مش اقل من 3 اشهر. يعني بعد 3 شهور اقل حاجه 3 شهور. لان على ما الخلايا بتاخد الدوره الدمويه بتاعتها وتتملي الدهن، اذا كنا بنحقن يعني في الحقن ده لو الحقن. فشفط الدهون شهر، في الشفط شهر برضو، في التامي تاك او في شد العضلات والحاجات دي برضو شهرين تقريبا يعني. طيب العمليه دي يا دكتور، لو حد واحده جايه لك بتقول لك انا عاوزه اشيل دهون من هنا واحطها هنا، تاخد وقت قد ايه دي في اوضه العمليات؟ وهل هي بتبقى متعبه يعني، عمليه متعبه ولا تقدر تتحملها؟ لا العمليه ما فيهاش اي تعب خالص نهائيا. الجرح بيبقى ما فيش نص سنتي
ومفيش اي وجع، مفيش اي بين، مفيش اي ولا لا لا بسبب الحقن ولا بسبب الشفط. يعني وبتاخد مثلا ساعه ساعتين حسب كميه اللي احنا كميه السحب اصلا، يعني ممكن نشفط دهون كميات كبيره بس نحقن كميات قليله. كميات كبيره قد ايه؟ اقصى كميه قد ايه؟ لا اقصى كميه من خمسة لتر، يعني اقصى كميه 5 لتر، 5 ل6 لتر. نسبه كويسه برضو. لا هي يعني مش مفروض تزيد عن كده. طب ما في ناس عندها دهون اكتر من كده بكتير. لا ما يعني في ناس عندها دهون يعني 5 دي لا يعني لا، يبقى ليهم عمليات تانية. يبقى ليهم عمليات تانية وبروسيجرز تانية ممكن. يعني الصور احنا شفناها دي كانوا اقل من 5 لتر. يعني دول اصل الدهن خفيف، الدهن وزنه خفيف، الدهن اخف من الميه. يعني الدهن بيعوم فوق الميه. فالدهن وزنه خفيف، يعني كميه دهن كبيره قد كده ممكن تبص ليها نص كيلو نص، يعني وزنها خفيف. يعني تقصد 5 لتر دول بيبقوا كميه طبعا. اللترات بتاعتنا ولا اللترات بتاعتكم؟ اكتر من كده يعني بيبقى مش كويس للعيان، لان احنا بنسحب الكترولايتس وحاجات مهمه اثناء السحب. طب هي 5 لتر في العمليه الواحده، طب ممكن تعمل عمليه تاني بعد طبعا تاني. ممكن تعمل يعني ده عادي. ممكن نعمل يعني نعمل كذا منطقه في جلسه واحده. ممكن نعمل في جلستين مناطق متعدده يعني. يعني حسب توزيع الدهن في الجسم. طيب العمليات دي يا دكتور بتجيب نتيجه احسن مع الرجال ولا مع السيدات؟ مع انا عارفه الاثنين. ان الستات مقبلين قوي على العمليات طبعا الستات طبعا يعني بس في الرجاله طبعا برضو، هي بس عيب الرجاله ان بعض ساعات بيكون معاها كرش بطن. دي بتبقى دهون داخليه بتهيألي. لا ده بيبقى العضلات هي اللي كبرت، ما بقاش بقى موضوع دهن بس، فاحنا بنشيل الدهن وبنكتفي بكده الا اذا كان العيان عايز يعمل تامي تك. في رجال بتعمل تامي تك؟ طبعا في رجال بتعمل تامي تك وبتجيب نتيجه كويسه. اكيد هي العمليات التجميل عامه بتجيب نتيجه كويسه جدا، يعني خاصه انه بعد التكنولوجيا اللي بقت سهله جدا سهلة يعني سهله ومش مخيفه ومش مقلقه حضرتك. العيان بيخرج تاني نفس اليوم يعني بعد 12 ساعة. يعني مش هيتعطل في حاجه ولا هي لا 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 وبعدين بقى في وسائل للامان كتير جدا، سواء من فتره النقاهه او سواء من البنج حتى المستخدم، سواء من الادوات نفسها المستخدمه، يعني التكنولوجيا لا لا بقى الموضوع بقى بسيط جدا بالنسبه للعيانه، وبقت تخرج نفس اليوم تاني يوم الصبح بالكتير اذا كانت عمليات تامي تاك او كده. وما الموضوع مفيش وجع خالص، مفيش بين خالص اصلا، بتلبس بس كرسي لفتره معينه وخلاص. انا بشكرك يا دكتور ايمن على وجودك معانا النهارده، ضيفنا العزيز دكتور ايمن قنديل. ميرسي يا باشا. ميرسي لحضرتك. هنروح لفاصل، لسه عندنا فقره اخيره بعد الفاصل، استنونا. ماسي دورو جولد من اقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. Masidora Gold is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. Masidora Gold يحتوي على 56 عنصر أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The ماسي دورو جولد can bring back the beauty of your face and neck. ماسي دورو جولد مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. ماسي دورو جولد مرخص من حكومات دبي الإمارات. ماسي دورو جولد خالي تماما من مشتقات الخنزير، منتج إيطالي الصنع. The six actions of ماسي دورو جولد is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and face lifting. ماسي دورو جولد
من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Masidora Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. Masidora Gold أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. دايما بقول انه البشرة هي المرآة اللي بتعكس كل حاجة فينا، سواء بقى حالتنا النفسية او حالتنا الصحية او حتى حالتنا الاجتماعية، يعني سواء الشخص ده مثلا مهتم بنفسه مش مهتم، فاضي ان هو يعني مش فاضي، يعني عنده وقت ان هو يهتم بنفسه او ما عندوش وقت، الشخص ده هل هو بيعاني من امراض او مشاكل داخليه ولا لا، الشخص ده نفسيته كويسه ولا عنده مشاكل نفسيه وضغوطات نفسيه كتير. فالبشره دايما هي المرايه، لو لقينا نفسنا زهقانين شويه بيبان على وشنا، لو لقينا نفسنا مثلا تخنانين شويه بيبان على وشنا، لو لقينا نفسنا خسين شويه بيبان على وشنا، لو لقينا نفسنا عيانين او عندنا اي تعب او ارهاق او برضو بيبان على وشنا. فالجلد الوش ده البشره دي مهم جدا ان احنا نعتني بيه ونديله كل غذاء وكل اهتمام، لانه ده اللي بيبين احنا عاملين ازاي من جوه، من جوه بقى سواء وجدانيا يعني او نفسيا او ماديا واجتماعيا. والاهتمام بالبشرة ما بيقتصرش على السيدات بس، لا، في رجال كتير جدا بتهتم بشكلها وبتهتم ببشرتها، وده شيء كويس، شيء صحي يعني جدا. احنا دايما بيقول لازم نهتم بوشنا وبجلدنا ونشوف ايه الجديد وندور عليه ونحاول لو قدرنا ان احنا نستخدمه. ما بقولش ان احنا ندي وقت طويل للموضوع ده، 10 دقائق في اليوم ده وقت كافي جدا ان احنا يعني نعيد شباب بشرتنا، لانه طبعا البشرة المشرقة دي علامة من علامات الجمال او الوسامة سواء عند السيدات او عند الرجال. دايما بنتكلم في فقرتنا دي عن الراعي الرسمي للجمال والسبب الرئيسي في حلاوة السيدات اليومين دول، ماسي دورو جولد، اللي هنعرف تفاصيل اكتر عنه مع ضيفتنا العزيزه اللي منورانا النهارده دكتوره دينا ابو سعود، المدير الطبي لشركات ماسي فارم. اهلا، ازيك يا دكتوره دينا؟ الحمد لله. ايه الاخبار؟ كله زي الفل. يمكن البشره هي مرايه فعلا، لو الواحده زهقانه شويه بيبان على وشها، لو الواحده عيانه بيبان على وشها، لو مهمله في نفسها هيبان على وشها، لو عيانه او عندها اي حاجه مرضيه برضو هيبان على وشها. فلازم ان احنا بقى الدنيا ما بتخلاش، يعني الدنيا مش هتخلى من الصعوبات والضغوطات والتعب، بس بقى نواجه ده بان احنا نهتم بقى شويه بالوش ده، هو ده اللي احنا بس لازم نهتم بيه. صح. فعلا يا يمنى، ماسي دورو جولد عالج مشاكل كتيره قوي عند الستات في البشره، عالج مشاكل كتيره قوي عند الرجال. ماسي دورو جولد فعلا على طول بنقول الراعي الرسمي للجمال، لانه حقق نجاح كبير، حقق طفره كبيره جدا في عالم التجميل. فعلا زي ما قلتي مفيش حد بيخلو من مرض معين او مشكله نفسيه، كله بيبان على البشره. ازاي نقدر نخلي بشرتنا على طول صحيه؟ ازاي نقدر نخلي بشرتنا فيها نضاره ما يبانش عليها علامات التقدم في السن؟ يعني ماسي دورو جولد اتصنع في 6 سنين ابحاث عشان ما نخافش من الزمن، ما نخافش من علامات التقدم في السن، ونستخدمه مهم جدا من سن صغير عشان نعمل وقايه، حتى لو ما عندناش مشكله. على طول بقول ماسي دورو جولد يستخدم من سن 20 سنه او حتى 18 سنه عشان ما نعالجش المشكله لما تطلع. يعني المشكلة على طول بنقول الوقاية خير من العلاج. ماسي دورو جولد على طول بنقول يعني ايه 3 في 1، يعني منتج تجميلي وعلاجي ووقائي في نفس الوقت. يعني لما واحدة تيجي عندها 18 سنة ولا 20 سنة وتقول انا عايزة اجيب ماسي دورو جولد، وتلاقي مامتها بتقولها يا بنتي انت لسه صغيره، انت هتتعودي على الحاجات دي من دلوقتي. ايوه، انت ليه تتعودي على الحاجات دي من دلوقتي؟ ما انت زي الفل اهو، ما فيكيش
اي حاجه. ده صح، هو ماسي دروجولد مش موضوع انها تتعود على الحاجات دي من دلوقتي، ده كريم اصلا كل دكاتره، معظم دكاتره الجلديه بينصحوا ان احنا نحط كريمات فيها مضادات اكسده من سن 20 سنه، فيها كولاجين، فيها سان بلوك. لكن ماسي دروجولد الحلو فيه ان هو لامم كل الانجريدينتس دي في علبه واحده، فهو مش فيلر او بوتوكس الواحد هيتعود عليه، لان طبعا حقن الفيلر والبوتوكس لازم كل 6 شهور تحقني. ماسي دروجولد بيعالج لك التجاعيد والبقع ومشاكل كتيره جدا في البشره، وكمان بعد ما بيعالجها بيعمل وقايه، يعني وانس انك انت خلصتي الكورس في اوريدي هو مضادات اكسده، فبيشتغل از انتي ايج، يعني بيعمل وقايه من ظهور علامات التقدم في السن مره اخرى. يعني الصغيره مش هيخليها تعجز بسرعه لو هي اتعودت ان هي تستخدمه، ودي حاجه مش وحشه انها تتعود تستخدم حاجه يعني فخمه وحاجه كويسه لبشرتها، مش هيخليها ان هي تعجز بسرعه او يبان عليها السن بسرعه، هيأخر صح. بشكل كبير جدا طبعا. ده بالنسبه للي ما عندهاش مشاكل، بس معظم الناس عندها مشاكل، يعني هي حتى لو ما عندهاش تجاعيد هتلاقي عندها هالات سودة، هتلاقي عندها بشرتها غامقه مش فاتحه مثلا، هتلاقي عندها بقع صح مكان حبوب. فهو الحلو اللي فيه انه لامم كل المكونات اللي تقدر تعالج كل المشاكل، كل مشاكل علامات التقدم في السن. حتى العلبه مكتوب عليها السكس اكشنز، يعني مكتوب طبعا المشاكل اللي بيقدر يعالجها ماسي دروجولد في العلبه يمنى. فمهم قوي اقول ان هو في المقام الاول انتي رينكل، يعني ناس كتير معقوله كريم يقدر يقاوم التجاعيد، ماسي دروجولد الحل الامثل للتجاعيد. تاني حاجه انتي ايج، يعني محارب لشيخوخه البشره. تالت حاجه وايتنينج، كل الناس عايزه تفتح ويبقى عندها نضاره، ده مع ماسي دروجولد لانه بيقدر يعالج الهالات السوداء، النمش، حتى كلف الحمل. يمكن سيدات حوامل كتير بتعاني من الكلف، بيقدر يعالج كلف الحمل. موسترايزنج، مهم قوي ان احنا نرطب البشره، لان طبعا البشره الجافه بتعاني على طول من وش شاحب وتشققات. ماسي دروجولد بيقدر يرطب البشره. كمان نورشنج، بيعمل نضاره، النضاره دي بنشوف نتيجه النضاره من اول دهنه. هي ماسي دروجولد بيديني نتيجه من اول دهنه؟ بيدي. النتيجه نتيجه النضاره. فيس ليفتنج طبعا مهم جدا اقول ان كريم ماسي دروجولد بيشد البشره لانه بيحتوي على ماده السيراميد. السيراميد هي المسؤوله عن شد البشره. طبعا. احنا عارفين انه ماسي دروجولد، ويمكن خلاص كتير من الساده المشاهدين عرفوا، ذهب، كله ذهب. هو فكرته ان هو بالذهب. صح. انا عاوزاكي تقولي لي ايه هي مميزات الذهب؟ ايه اللي لما نحط ذهب على وشنا هيحصل وشنا؟ من اهم مميزات الذهب ان هو بيدي نتيجه على البشره من اول دهنه، لانه بيعلي جدا الدوره الدمويه، بينشط الدوره الدمويه، فبتلاقي نضاره من اول دهنه. طبعا ليه مميزه، ميزه مهمه قوي ان هو بيشتغل از ديتوكس، يعني بيفلتر البشره، بينضفها، بيشيل كل الامبيوريتيز والشوائب والسموم اللي احنا بنتعرض لها يوميا مع الهواء في البشره. ليه اكشن مهم قوي انه انتي رينكل، يعني بيقدر يعالج التجاعيد. كمان ليه اكشن مهم قوي ان هو انتي ايج، بيحارب علامات التقدم في السن لانه بيحتوي على مضادات اكسده. الذهب ليه ميزه مهمه جدا جدا ان هو بيحفز على انتاج الكولاجين في خلايا الجلد السفليه. يمكن مع التقدم في السن بيحصل ديستراكشن ليفل للكولاجين، طبعا الذهب بيحفز على انتاج الكولاجين وبيقلل بيقلل هو اوريدي بيحصل له ديستراكشن، فهو بيقلل تبطيئه من الديستراكشن ليفل في الجلد. كمان ليه ميزه مهمه قوي التفتيح. الذهب بيقدر يعالج الهالات السوداء، النمش، البقع، لانه بيشتغل على الميلانين كمان. الميلانين اللي هي الميلانين اللي هي الحاجه اللي بتسبب التصبغات. طبعا في ناس عندها بتبقى الموضوع ده افراز الميلانين ده زياده شويه عن ناس تانية، فبالتالي بتلاقيها لو تعرضت لشويه شمس اغمقت، لو وقفت قدام سخونه او صح البوتاجاز مثلا تغمق. ده بيحصل على فكره طبعا، يعني في ناس تقول لك انا قاعده في البيت وبغمق، ده بجد هي اوريدي بيبعتوا لي ما بيخرجوش، بتقول لك انا بغمق لوحدي كده اوريدي الجو نفسه. وبعدين احنا عندنا دلوقتي تغيير فصول، فعلا بيحصل مشاكل كبيره جدا في البشره. فماسي دروجولد فعلا بيقدر يفتح البشره ويعالج الغمقان ده، لان الذهب بيشتغل على الميلانين، بلس ان الكافيار كمان وايتنينج ايجنت عالي جدا جدا جدا. طيب عاوزين نعرف ايه المكونات التانية اللي في ماسي دروجولد؟ يعني احنا قلنا الذهب وقلنا الكافيار والسيراميد المسؤول عن شد البشرة.
ايه تاني بقى من العناصر اللي ممكن تكون فعاله؟ هم 56 احنا عارفين طبعا 56، بس على طول بنتكلم على ابرز العناصر. اول طبعا بلس الذهب والكافيار الذهب والكافيار والسيراميد. عندك الهيالورونيك اسيد، دي ماده الفيلر اللي هي الماده الموجوده اوريدي في حقن الفيلر. دي ماده مهمه جدا يا يمنى للبشره، لان هي انتي رينكل بالدرجه الاولى، بتعالج التجاعيد، بلس انها مرطبه هايله، لان الماده دي بتقدر تمتص الميه وتوزعها بعد كده على حسب احتياج البشره للميه. طبعا ماسيد الجولد بيحتوي على كولاجين، كلنا عارفين اهميه الكولاجين. الكولاجين بروتين اساسي لصحه البشره للامعان البشره، فماسيد الجولد بيحتوي على كولاجين بكميه كبيره جدا، بلس طبعا ان كمان الذهب والكافيار بيحفزوا على انتاج كولاجين من خلايا الجلد السفليه. ماسيد الجولد بيحتوي على سان بلوك، دي يعني حاجة الصبح ده كويس ان احنا نستخدمه جدا. يعني ماسيد الجولد الماده اللي بتقدر تحمي بشرتنا من اشعه الشمس الضاره هي ماده التين اوكسايد او التيتانيوم دايكسايد، دي موجوده بكميه كبيره جدا في ماسيد الجولد. وكمان ماسيد الجولد ليه سر تركيبه، ان مع كل ضغطه فيها كل المكونات دي. يعني مفيش حاجه تترسب تحت، مفيش حاجه يعني كل ضغطه صح. فيها كل 56 حاجه، فيها 56 مع كل ضغطه. هتشوفي جزيئات الذهب، يعني انت كل ضغطه مش معنى ان الذهب بارتكلز اتقل هتبقى مترسبه تحت، لا. هي اوريدي اتعملت بسر تركيبه، فطبعا هو منتج ايطالي الصنع، المصنع عمله بسر تركيبه وكالكوليشنز لكل الانجريدينتس دي، انك انت مع كل ضغطه فعلا بتلاقي 56 مكون وبتشوفي جزيئات الذهب على بشرتك. طب دلوقتي بنقول ان هو في حاجه بتاعت الماده اللي في الفيلر والحاجه اللي في البوتوكس، هو يتعارض بقى مع الناس اللي بتحقن بوتوكس وفيلر، ولا هو ممكن يغني ناس كتير عن بوتوكس؟ هو ماسيد الجولد لا يتعارض اطلاقا. طبعا على طول بنصح اي حد بيستخدم او بيحقن فيلر وبوتوكس بنستخدم ماسيد الجولد معاه. طب انا بحقن فيلر وبوتوكس ليه استخدم ماسيد الجولد؟ عشان اولا ماسيد الجولد فيه مواد مهمه جدا مش موجوده في الحقن، ثانيا بيطول مده الحقن وبيعزز مفعول الحقن. ماسيد الجولد يقدر يغني عن حقن الفيلر والبوتوكس في حاله التجاعيد السطحيه او الخطوط الرفيعه. في حاله التجاعيد العميقه ومش عايزين نحقن فيلر وبوتوكس، اوريدي ماسيد الجولد هيحسن الشكل بنسبه كبيره جدا جدا. لو انا عندي تجاعيد عميقه ومش عايزه استخدم فيلر وبوتوكس، طبعا بنصح ان احنا نكرر كورس ماسي عشان نعالج التجاعيد العميقه معالجه نهائيه. طيب احنا نروح لتقرير ونرجع مره تانية نكمل كلامنا. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام عيار 23 والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide, and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maxi Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maxi Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maxi Doro Gold مرخص من حكومات دبي الإمارات. Maxi Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maxi Doro Gold is the anti wrinkles, anti age, whitening, moisturing, ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً 10 سنوات. From the first apply of Maxi Doro Gold, your skin will look radiantly, softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات،
ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب. شفنا ان في فروع كتير في التقرير، معنى كده ان التواصل معاكم سهل. طبعا. طيب تقولي لي الفروع بتاعتكم فين بقى؟ شركتنا الرئيسيه الشركه الام متواجده في ايطاليا ماسي فارم ايطالي، شركتنا في مصر ماسي فارم ايجيبت مقرها قاهره مصر، عندنا شركتين في دبي ماسي فارم جلف مقرها جبل علي دبي الامارات، شركتنا الثانيه في دبي ماسي فارم جلف المستحضرات التجميل مقرها دبي الامارات، قريب هنفتح في امريكا ماسي فارم امريكا مقرها فيلادلفيا امريكا. كل الناس دي تقدر تتواصل من خلال ارقام التليفونات بس فقط، لسه ما قررتوش ان انتوا تخلوه في الماركت؟ ما اعتقدش ان شركه ماسي هتنشره في الماركت اطلاقا، هو ماسي دورو جولد فقط وحصري عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه بلس طبعا صفحاتنا اللي على السوشيال ميديا. ما حدش هيلاقيه خالص، لان كتير بيقولوا احنا بننزل الماركت ندور في اي كوزماتيك سنتر. ماسي دورو جولد طبعا تسهيل لكل عملائنا الكرام، ان هم اي حد بيتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه المنتج بيوصل في نفس اليوم، فدي حاجه مهمه قوي. بلس طبعا منع للتزييف والغش التجاري. التراخيص حاجه مهمه جدا في اي حاجه، ان يعني لما نيجي نشتري اي حاجه ده مهم جدا ان احنا نبص على طبعًا. الترخيص بتاعها، معنى انها اخذت الترخيص ان هي ما عدتش بالساهل، يعني ان هي اختبروها وجربوها وعرفوا نتائجها. صح. فماسي واخد 3 ترخيص من 3 حاجات، من 3 جهات مختلفة. أول حاجة مرخص من وزارة الصحة المصرية، تاني حاجة مرخص من دول الاتحاد الأوروبي، تالت حاجة مرخص من الإمارات حكومة دبي. آمن جدا، ملوش أي أعراض جانبية ولا أي سايد إفكتس. طبعا أمر بمراحل طويلة، لا خلي بالك التراخيص دي بتاخد شهور وفترة طبعًا. طويلة عشان يدونا الترخيص. وكمان لازم أنوه أن رقم ترخيص وزارة الصحة المصرية مكتوب على كل علبة. يعني أن أي عميل من عملائنا يقدروا يشوفوا رقم الترخيص وزارة الصحة المصرية بلس نحن بنعرضه يومين على الشاشة، في حاجة أمنة جدا. يستخدم للسيدات الحوامل من بعد الشهر الثالث. طب والنتيجة؟ في ناس كتير ممكن تقولك طب النتيجة بقى هتبان إمتى؟ انا هحس امتى ان انا حصل لي الحاجات اللي انتوا بتقولوها دي؟ حلويت وشي بقى حلو ومنور، هتشوفي طبعا وبشرتي فتحت والتجاعيد بدات تروح، امتى هحس؟ هي الحلاوه بتشوفيها على طول من اولها، يعني على طول بقول ماسي دورو جولد بينشط الدوره الدمويه، فبتشوفي نتيجه النضاره من اول دهنه. لو هنتكلم على تجاعيد، على بقع، على هالات سودا، ما اقدرش يعني اقول من اول شهر هتشوفي ان كل حاجه راحت، كل بني ادم استجابت بشرته غير الثانيه، لكن اكيد طبيعي انك هتشوفي تحسن اول شهر، كل شهر بتشوفي تحسن عن الشهر اللي قبليه لغايه ما بتخلصي الكورس. الكورس بيقعد على الاقل 6 شهور معاكي، يعني بعد الشهر الخامس بتشوفي تحسن ملحوظ في كل علامات التقدم في السن. مهم قوي اقول ان ماسي دورو جولد، لان كتير سالوني هل بيعالج البواء؟ لا يعالج البواء ولا يعالج الحبوب النشطه. طيب هو كورس، يعني ايه كورس؟ معنى كلمه كورس علاجي تجميلي ايه؟ يعني هو في ناس بتفتكر انه لما تفتح العبوه هتلاقي بقى حاجات كتير، كل حاجه لحاجه. لا، ده ماسي دورو جولد هي عبوه واحده بنقول عليه كورس، لان هو جواه 56 مكون. طبعا بنلاقي حاجات في الماركت بالكافيار بس، بالسيراميد بس، بالهيالورونيك اسيد بس، بالكولاجين بس، فطبعا لما بتحطي كل المكونات دي بسر التركيبه، عشان كده احنا على طول بنقول ان هو كورس كامل. سهل قوي انك انت تحطيه مرة الصبح أو مرة بالليل، لو هنحطه مرة واحدة بس بيبقى بالليل. ليه بقول بالليل؟ إن سرعة استجابة البشرة يومنا بالليل أعلى بكتير من الصبح. عشان كده بنعتبر ماسي دورو جولد كورس كامل لعلاج كل علامات التقدم في السن. يغنيكي عن الداي كريم، يغنيكي عن النايت كريم، يغنيكي عن الكريم بتاع الهالات السوداء تحت العين، يغنيكي عن كريم للتجاعيد، يغنيكي عن كريم التفتيح، يغنيكي عن كريم للرقبة. هو في كل الانجريدينتس في عبوه واحده، عشان كده بنقول ماسي دورو جولد فعلا يعتبر كورس كامل، وماسي دورو جولد يقدر يخليكي تبدي اصغر سنيا او شكليا 10 سنين. 10 سنين فرق في الشكل؟ طبعا. هو ده الشعار بتاعكم طبعا. يعني ايه 10 سنين فرق في الشكل؟ يعني التجاعيد بتبينك اكبر، الهالات السوداء بتبينك اكبر، النمش، الاجهاد، البشره بيبقى شكلك فعلا كبر. ماسي دورو جولد انت بتكبري في البطاقه بس، لكن على الحقيقه شكلك حلو وزي القمر وعندك كاريزما وثقه بنفسك عاليه جدا جدا جدا. اذا الفكره في انه لما تعالجي مشاكل بشرتك
اكيد هتبني اصغر. يعني لما الواحده ده لما الواحده بتحط شويه ميك اب حتى، يعني مش هقول لك انها بتعالج بقى من الاساس. والميك اب من المعروف ان هو يعني حاجه بتاعت وقتها، بتداري وخلاص، مش علاج، هو بيداري. وكل واحدة عارفة مش مشكلة بشرتها ايه، وبتلجأ للحاجة اللي تداري العيب ده، لكن هو ده مش الاساس طبعا. فانا بقول لكم لما الواحدة بتحط شوية ميك اب بتبان بقى انها محلوة وشكلها متغير ومش عارفة ايه وبتاع. تخيلوا بقى انت بتحطي حاجة بتغذي بيها بشرتك، بتحطي حاجة انت يعني بتحسني بيها الخامة بتاعت جلدك نفسها، بدل ما يبقى اي حاجة بتأثر فيه، اي حاجه ممكن تتعبه او تاذيه او بتاع، لا انت بتخليه يعني ماسك نفسه ما يتاثرش باي حاجه. مهما كبرتي انت ما يبانش عليكي بسرعه زي غيرك ما يبان عليه. صح. فهي دي الفكره، انه لما تستخدمي حاجه تعالج كل ده وتحافظ، طبيعي انت طبعا شكلك هيظهر 20 سنه كمان، مش 10 سنين. يعني مش 10 سنين بس. صح. وعايز اقول لك يا يمنى، ممكن لو سيده مش مهتميه مثلا ببشرتها، لو مثلا كبرت شويه في السن، لو حد سالها انت كام سنه ما تقولش، لكن لا، هو قليلة اللي بيقول اصلا. لكن لا، بس فعلا اللي مهتميه بنفسها بتقول ايه ده، فالناس ما يبانش عليكي سن. فدي مهم جدا ان احنا نستخدم ماسي دروجولد، نعمل وقايه ويفضل شكلنا صغير وشباب دائم، لان طبعا الذهب اكسير الشباب الدائم. معروف ان الذهب اكسير الشباب الدائم، وجزيئات الذهب عيار 23 موجوده مع كل ضغطه من ضغطات ماسي دروجولد. في سن معين للاستخدام؟ يعني مثلا لو واحده كبيره شويه في السن تقول لك لا هو مش هيعمل معايا حاجه. ده عندنا عملاء كتير كبار سنة شويه في السن، يعني عندنا عملاء 70 و60 بالعكس، وبيكرروا يا يمنى. يعني انت وانس انك حبيتي كريم خلاص بتبقي حابه تكرريه. بالعكس، احنا عندنا عملاء من جميع الاعمار، مش مقتصر على سن معين. طيب احنا عايزين نعرف طريقه الاستخدام بتكون ازاي، وهل طريقه الاستخدام دي بتصلح لجميع انواع البشره؟ طبعا ماسي دروجولد صالح لجميع انواع البشره، البشره الدهنيه والجافه والمختلطه والعاديه وكمان الحساسه. طريقه الاستخدام سهله جدا، احنا بنضغط 3-4 ضغطات على كف ايدينا، اكيد هتظهر على الشاشه دلوقتي، بنوزعه على الوش طبعا تحت العين، مناسب جدا. مساج فيري جنتل، مساج من تحت لفوق عكس الجاذبيه الارضيه، لان ماسي دروجولد بيشد البشره. اول ما بنحط ماسي بنحس بشويه سخونيه خفيفه جدا نتيجه تنشيط الدوره الدمويه، الجبهه من تحت لفوق والدقن من تحت لفوق، ما ننساش الحته اللي بين المناخير والبق، لان كتير قوي بنات بشوفها بتعاني من اسمرار في الحته دي او حوالين البق، الرقبه كمان من تحت لفوق. طبعا دي نتيجه ماسي دروجولد من اول دهنه، البنت مش حاطه نقطه ميك اب. اول ما حطت ماسي دروجولد وشها نور، وشها بقى فيه نضاره، فيه لمعان، وفيه بريق الذهب فعلا، لان على طول بنقول فعلا جولد از جولد. والدهب بيبان على الوش قوي فعلا، يعني بيبقى باين على الوش. حتى لما بننام نصحى من النوم بنلاقي لسه في بيستخسروا بقى، بيستخسروا الناس العملاء يقولي احنا مش هنغسل وشنا، ده في لسه في دهب. ازاي يعني؟ فلا دهب، لان حتى مع المنتج مع كل علبه فعلا تصدقي الواحد يعني دهب بيبقوا زعلانين. ايوه انا بشوف كده، فبقول لهم لا مفيش مشكله، انت اوريدي بتغسلي بشرتك، هي اوريدي ماسي دروجولد البشره بتمتص منه 5% من 100 يوميا، فاوريدي اللي موجود على طبقه الجلد اللي بره انت بتغسلي وشك مفيش مشكله، هو اوريدي البشره امتصت القدر الكافي. ما نضغطش اكتر من 5 ضغطات في المره، يعني ما نغرقش الوش كده خالص. يعني بعدين هو بيمتص بسرعه. طبعا ما بيسيبش اي، ما تحسيش ان انت وشك بيلمع كده او مزيت خالص. دي ميزه من مميزات ماسي دروجولد، ان هو اكوا بيز مش اويلي بيز، وان كل البارتكلز نانو مفرومه وصغيره جدا وتقدر تخترق البشره، فما بيسيبش اي جريزي ريزيديو على السكن اطلاقا. الرجال اللي بينطبق عليها نفس الكلام برضو؟ طبعا عندنا عملاء من الرجال كتير جدا. رجال بقت تهتم بشكلها وتهتم ببشرتها. رجال كتير من العملاء تعالج لهم الهالات السوداء، تعالج لهم النمش والتجاعيد، بالذات بيبقى عندهم تجاعيد عند منطقه الجبهه، فتعالج لهم التجاعيد دي، وبيبقى عندهم اوريدي بقع كتير في بشرتهم، فبخلى بشرتهم لون واحد، فاوريدي عندنا عملاء كتير من فئه الرجال. النمش اكتر حاجه اتبعتت لي في الفتره الاخيره. يعني يوميا بتبعت لي رسائل كتير، بس النمش كتير بيسالوني على النمش.
ماسي دروجولد بيعالج النمش معالجة نهائية، لأن النمش ده بيبقى نتيجة إفراز الميلانين زيادة عن اللزوم. كل ما الميلانين بيتفرز أكتر كل ما النمش يبان أكتر. اوريدي احنا كنا في فصل الصيف، الشمس بتزود جدا النمش. ماسي دروجولد العلاج الأمثل للنمش، لأنه بيقلل إفراز الميلانين وبيرجع إفراز الميلانين لحجمه الطبيعي. فماسي دروجولد فعلا الحل الأمثل للنمش، لكن النتيجة مش من أول مرة يا يمنى. لازم أقول احنا مش هنحط النهاردة هنصحى مش هنلاقي نمش. بتشوفي تحسن أول شهر، شهر تاني إيه اللي أنا أول أسبوع هحسه؟ يعني ايه اللي انا اول اسبوع هلاحظه على بشرتي بعد استخدام ماسي دروجولد؟ اول اسبوع بتلاحظي نضاره حلوه قوي، بتلاحظي رطوبه، وشك رطب مش جاف. كتير من العملاء حسوا بشد الجلد، شد البشره. فكل النتائج دي من اول اسبوع. من اول شهر بتشوفي تحسن، لو اي حد عنده تجاعيد او بقع او هالات سودا بتشوفي تحسن ملحوظ من اول شهر. بشكرك على وجودك معايا دكتورة دينا، ضيفتي العزيزة دكتورة دينا أبو السعود. حلقتنا خلصت، شوفونا يوميا 3 عصرا والقعدة بتكون 8 صباحا و12 مساء، والحلقات كلها على اليوتيوب. أي حد عنده سؤال أو استفسار يبعته على صفحتي الشخصية اللي هتظهر لحضراتكم على الشاشة دلوقتي. أشوفكم بكرة إن شاء الله وأنتم في أحسن صحة وفي أحسن حال. كنت معكم يمنى طولان، سلام عليكم. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، يعمل على استعادة نضارة وشباب الوجه لتبدو أصغر شكلياً 10 سنوات. ماسي دورو جولد is one of the strongest cosmetics in the world. This cream can make you look 10 years younger. ماسي دورو جولد يحتوي على 56 عنصر، أهمهم الذهب الخام، عيار 23، والكافيار والكولاجين والهايلورونيك أسيد والسيراميد المعروفة بقدرتها على إعادة شباب البشرة. The most active ingredients is the raw gold particles, caviar, collagen, ceramide and hyaluronic acid. ماسي دورو جولد مناسب للرجال والنساء. ماسي دورو جولد مناسب لجميع أنواع البشرة. ماسي دورو جولد is suitable for men and women. It is suitable for all types of skin. The Maci Doro Gold can bring back the beauty of your face and neck. Maci Doro Gold مرخص من وزارة الصحة المصرية والاتحاد الأوروبي. Maci Doro Gold مرخص من حكومة دبي الإمارات. Maci Doro Gold خالي تماما من مشتقات الخنزير. منتج إيطالي الصنع. The six actions of Maci Doro Gold is the anti-wrinkles, anti-age, whitening, moisturing, nourishing and facelifting. ماسي دورو جولد من أقوى مستحضرات التجميل في العالم، لأنه بيساعد على استعادة نضارة الوجه لتبدو أصغر سناً بعشر سنوات. From the first apply of Maci Doro Gold, your skin will look radiantly softer and firmer. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب اللي بتشمل ماسي فارم إيطالي ومقرها سان مارينو إيطاليا، ماسي فارم إيجيبت ومقرها القاهرة مصر، ماسي فارم جولف ومقرها دبي الإمارات، ماسي فارم أمريكا ومقرها فلادلفيا بنسلفانيا. ماسي دورو جولد أحد منتجات ماسي جروب.